تضمن الدنيا والايام تبقى في حل وفي لحظه تبقى في حل. لا شاكك من الدنيا ولا الاحوال ولا قلت لي او ايه وامتى وكم. اللي وحيد في الدنيا بتضمه كأنك انت ابوه او امه. اللي وحيد في الدنيا بتضمه كأنك انت ابوه او امه. ربع الغلابة وشمعة الايتام انت القوي وتحنن العاصي. تلوي دراع الدهر لو قاسي القوي وتحنن العاصي. تلوي دراع الظهر لو قاسي. ولا تكره الا واللي فعل حرام. الله هاي الله هاي الله عاقل وعارف ان الزمن قران ويسلطنك ابدا ما تتسلطن. عاقل وعارف ان الزمن قران ويسلطنك ابدا ما تتسلطن. ولا تنخدع بزهوة الاحلام واقف ما بين الحق والباطل. لعبك الدنيا لكن فاضل واقف ما بين الحق والباطل. تلعبك الدنيا لكن فاضل. تولع القنديل بكل ضرار سيرة ومهما حاولنا نحكيها نرفع ضغطها ونجلي معانيها. سيرة ومهما حاولنا نحكيها نرفع غطاها ونجلي معانيها. ما لمها في شهور ولا أعوام ما لمها في شهور ولا أعوام ما لمها في شهور ولا أعوام ما لمها في شهور ولا مؤاخذة يا سيدي. ايوه في ايه؟ في واحد بره جاي من طرف المعلم شمس الدين وبيقول له انه عايز يشرف للمقابله. خليه يدخل. وده عايز ايه مندوبس شمس الدين ده؟ اصبر يا سيدي دلوقتي هنعرف. لا مؤاخذة انا اسف اذا كنت قطعت عليكم قعدتكم. لا ابدا خير اتكلم. المعلم شمس الدين بيسلم كتير السلام وبقول لسعادتك الميعاد النهارده عند التبه القبليه في الجبل. التبه القبليه؟ ايوه يا سيدي. تشكر يا ابني. بالاذن يا سيدي. استنى في حاجه يا سيدي؟ ما قالكش الميعاد امتى يا ابني؟ بعد المغرب. طيب مع السلامه. لازم يعني يعذبنا العرباجي ابن العرباجي. ليه يا سيد خشاب؟ انت عارف التبه القبليه دي تبقى فين؟ قول لرجالتك ينتظرونا هنا وما يتحركوش ولا خطوة.
يلا بينا على التبة القبلية، المعلم شمس هناك. اطلع يا ابني. ما كانش له لزوم التعب ده كله يا معلم، دول هما كلمتين ورد غطاهم. كلمتين بتوعك وهسمعهم، انا بقى عندي كلام كتير قوي لازم تسمعه. طب على الاقل كنا نقعد ونتكلم. اتفضل اقعد يا والدي. عايز اعرف ايه اللي يرضيك عشان ننتهم الاشكال اللي بينك وبين ابني. مصالحنا ومصالحك متعطلة، المسألة مش مستاهلة كل ده. مش مستاهلة؟ الولد ما اذنبش، كان غرضه يناسبك في الحلال، رفضت خلاص. ايه الاشكال بين البايع والشاري؟ يفتح الله. هي دي بقى المشكلة، انتوا كل حاجة بالنسبة لكم بيع وشراء، حتى شرف الناس وسمعتهم بيع وشروة. محدش مس شرفك يا ابني. المخلوق ده خطر في باله يدوس فرشة الناجي واتجوز مراته، الناجي اللي انت كنت تعرفه كويس قوي. يرضيك حد ياخد مراته؟ نعتبره أخطأ وهو جايلك يعتذر عن خطأ ويرضيك. ايه طلباتك؟ يفوت الحارة، يروح يشتري له إن شاء الله أحسن سرايا في البلد، بس حتتنا ما عودش فيها. عاوز تطردنا من بيوتنا يا راجل؟ ده كلام. هو يخرج عشان فكر ياخد أمي، لكن أنت لو الأرض ما شلتكش أشيلك فوق راسي. غلطان أنا؟ ده ظلم لا يقبله إنسان. وده شرطي، عايزين تقبلوك انا بها، مش عايزين كل حي ينام على الجنب اللي يريحه. اعتبر ده تهديد؟ انت تعرف ابويا كويس قوي، واحنا ناس لا بنهدد ولا بنجري، مش كده احمد يا خشاب؟ هما 3 ايام لو ابنك ما نفذش اللي بقول عليه اللي امر بيه ربنا يكون. ربنا ما يرضاش بكده ابدا، ولا الحكومة يرضيها كده. لو ابنك ما نفذش اللي بقول عليه، حكومات الدنيا كلها مش هتقدر تنجده من ايدي. فاهم احمد يا خشاب؟ الشاي يا شمس. وحياتك يا نينتي تصبي لي كوباية شاي معاك، بس ما تنسيش تكتري السكر. مالك يا شمس؟ ايه اللي شغلك بس؟ هو شافك قبل كده يا عم منك له؟ يعني حصل كلام بينكم؟ الشيطان بيلعب بيك يا دناي، فوق لروحك. امك مش وش الكلام ده، عيب عليك. امال ايه الغرزه اللي انت كنت ايه سرك يا ام؟ ليه الناجي اختارك انت بالذات من دون نسوان الارض وجعلك معون لابنه ورفقته في رحله النجاه؟ معقوله عاشور الناجي صاحب الحلم والمعجزه ينخدع في مراته؟ شمس، أصب لك شاي تاني يا حبيبي؟ صب يا عم، صب لي شاي. مين دول يا ولدي؟ مش من حقك أي سؤال بعد النهاردة، كفاية اللي جلبته علينا بطيشك وقلة عقلك. أنا ممكن أكون أخطأت يا ولدي، مفيش حد معصوم من الخطأ. وأي خطأ؟ صدقني ما كنتش متصور إن الأمور توصل لكده. طول عمرك في السوق وبتتعامل مع كل الطوائف،
ازاي خطر في بالك تتعامل مع اوباش زي دول وتفكر تناسبهم؟ عميت في نظرك. انا لما حبيت فلة وبتتجرأ وبتقولها قدامي يا ولد. مفيش غيرك يقدر ظروفي يا ولدي. ظروفك ما شاء الله، اكن المسألة ما كانتش مجرد نزوة وتروح لحالها بقى. لا، فلة بالنسبة لي ما كانتش نزوة ابدا. يا زين ما جابت لي والدتك. ارجوك تفهمني وتراعي مشاعري. مشاعر؟ مشاعر ايه يا مخمول انت؟ فوق لروحك. راعي انت مشاعر بنت الناس اللي مجوزها لك، راعي شبابك وولادك، راعي اسم ابوك وعيلتك. فوق لروحك. كفايه اللي انت بتعمله، اقسم بالله ان ما فوقت لروحك لا هوريك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارحمني برحمتك يا كريم، وارحم جوزي واجعل مسواه الجنة وكرمه، واهدي لي شمس الدين ابن بطني وقلبي، اكرمه بالهدى يا قادر، عليه ودي نفسه واجعله من عبادك الصالحين يا رب يا قادر يا كريم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. سي شمس يا معلم. ايه ايه الباب يخبط؟ مين؟ اغراب يا معلم شمس، قصدي لك في معروف. نزلكوا على طول. ايه اللي جرى يا جماعه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ما مسكتوش حد من المجرمين. هيروحوا فين؟ لو في سبع ارض هنجيبهم ويدفعوا تمن غدرهم. عرفتوا حد منهم؟ لسه، بس هيتعرفوا وساعتها هيكرهوا اليوم اللي اتولدوا فيه. مش جت سليمه والحمد لله؟ ربنا عنده العفو. والدته على ما اظن. ايوه انا يا احمد يا خشاك. ربنا يطمنكم عليه ويجازي ولاد الحرام. انا قمت من عز نومي والله لقيت نفسي في الحاره. خليك معاهم يا عنتر يا ابني، شوف اي طلبات ليهم تتنفس فورا. الحقيقه ده شاب ونعم الشباب الحقيقه. حصل ابوك يا عنتر يا خشاب، رجالتنا على قفا من يشيل، مش ناقصينك. صون عمرك وتوكل قبل شمس الدين ما يفوق. روح يا ناس، انا عايزكم تفهموني صح. لا نفهمك ولا تفهمنا، روح لحالك يا ابن الناس. تعالى معايا يا سعادي، تعالى يا سيد عنتر يا خشاب. يا نهار اسود، ضربوه؟
ايوه ضربوه يا ست الستات. وما عرفوش مين اللي ضربوه؟ لا ما عرفوش. انت بتعملي ايه؟ اخرج اروح اشوفه اطمن عليه. تخرجي فين؟ تطمني على مين؟ انت عايزه تفضحي نفسك؟ مش قادره يا ام عيوش، مش قادره اسمع الكلام ده وافضل قاعده في مكاني. انا لازم انزل اطمن عليه. في نصاص الليالي تنزلي تدوري عليه، في نصاص الليالي. طب اعمل ايه يا ام عيوش؟ طب انزل حتى اتقص عليه؟ خلاص يا ست الستات، اذا كنت مصممه تخرجي ولو اني شايفه ان خروجك ملوش اي لازمه، يبقى خليها للصبح، النهار له عينين. يا حبيبي يا شمس. عنتر، انت هتكون في حمايه المعلم صقر. هو تعهد انه يحميك انت اولادك، وما تحاولش تحتك برجاله العربجي ده، وما تجيش هنا ولا حتى الزياره. مفهوم يا عنتر؟ مفهوم يا والدي. حبيت تخرج من الحسينية تدي خبر للمعلم صقر، هو مسؤول يأمن طريقك وقابض أجرته بالزيادة، بس المهم تديله خبر إنك خارج. مفهوم يا عنتر؟ مفهوم يا والدي، مع إني ما زلت شايف إن خروجي من الحارة في ظروف زي دي ممكن يثير فينا الشكوك. إحنا بننفذ اتفاقنا معاه، هو مش اتشرط علينا إنك تخرج ودي خارج، رغم انه رائد مململ لا يملك لروحه لا نفع ولا ضر. ما تشغلش بالك بالكلام ده، التفت انت لروحك ولولادك وخلي الباقي على ربنا وعليا، توكل. طب والوكالة؟ هنزل الوكالة ولا ممنوع عليا هي رخ؟ اذا اقتضت الضرورة ادي خبر للمعلم صقر وانزل في حراسته. يلا حصل ولادك، توكل. سلام يا والدي، أسألك الدعاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. سلامتك من القاه يا معلم، يا سيد المعلمين كلهم. هتتعمل الا لما المعلم يفوق وربنا يكتب له السلامه. ما تاخذنيش يا معلم دهشان، انا جدتي مش مستحمله الانتظار. يا معلم دهشان، معلمنا ينضرب غدر في سواد الليل. يا معلم دهشان، ما عدناش هنعرف نرفع وشوشنا تاني وسط الناس، لازم ننتقم ونضرب الضربه بعشره. هو احنا نسوان ولا ايه؟ يا معلم دهشان، يا معلم دهشان، يا معلم دهشان، المعلم صقر ورجالته جايين علينا يا معلم. يا دي الفضايح يا ناس، جايين يشمتوا فينا، ما احنا خلاص بقينا عرة الحرات. مفيش كلام كتير، مش عاوز كلام، كل واحد يحفظ لسانه في بقه. السلام عليكم يا رجاله. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا، قلبي عندكم. قلبك عند النبي يا معلم صقر، يا مرحب. اتفضل يا رجاله، بوري هلا للمعلم صقر وشوف طلبات الرجال. يا معلم، معلم ايه اللي حصل؟ تفضل الشر بقى يا سيدي. اللي حصل معلمك فين يا بنت الفرتوس؟ يو اهو زي ما انتوا جاي، ما تشتمش. امشي نجري، هات الشيشه. ما قلتليش هتشمشم على الاخبار كيف يا حراجي؟ مفيش غير المدعوك ابو رسين، لما يجي هنججره في الكلام. الحقينا بالمعسل يا خضره وحياه ابوكي. وواحد سحلب يا خضره. اللي قولي لي يا بنت،
ما سمعتيش حاجه عن ابن داجي؟ لا ما سمعتش. ده المات صح. الف بعد شر عليه، يحميه لشبابه. بقول لك ايه، يلا بينا. مين الجرابيع دول يا بيت؟ ما خليق ربنا، خليك في حالك. ما تيجي نوصل نعس احنا بمعرفتنا. اباي جرى لك ايه يا ويل؟ يا بنت خضرة، انت يا بنت عورتي كده ليه يا معلم؟ يا بنت مش شايفاني شقيان وشايل؟ شيلي، كنت بجيب لك فحم. يلا نورينا يا معلمين. يا منين يا ابو راسين؟ كنت في السوق يا معلم حراجي، كنت بجيب فحم. قول لي، قال ابن الناجي ما تصح؟ ما سمعتش. ما تتكلم دغري يا راجل كلب. اهو كلام ناس، انما الحقيقه يعلمها ربنا. قالوا ايه الناس؟ الناس قالوا انه كان مكري عليه ناس عشان يقتلوه، لكن ربنا نجاه. هو انتوا سمعتوا غير كده؟ دول ما دفعوش يا معلم. دفعوا مشيتهم بالسلامه. روح نجار شوف وراك ايه. يا اهل الحاره الكرام، باسم الحكومه يتحدث اليكم محمود قطايف. عايز ابلغكم حاجه مهمه جدا، ان الحكومه بتبذل اقصى جهدها للقبض على المجرمين، بس من غير مؤاخذه احنا يلزمنا حاجه واحده بس، بلاغ رسمي، شكوى. اصل الحكومه من غير مؤاخذه مش هتقدر تتحرك من غير بلاغ رسمي او شكوى. على المتضرر ان يتقدم بشكوى والحكومه باذن الله هتجيب له حقه. محمود يا طايف، ما تتهوى ناحيه دكانك، ما تقلبش دماغنا. ده كلام الحكومه يا معلم دهشان. ها اتفضلوا يا اسخان، اتفضلوا يا اخوان، كل واحد يروح لحاله. يلا قلنا اللي علينا وخلاص، اتفضلوا. يلا كل واحد يروح لحاله. يا سلام عليكي وعلى جبروتك يا ست قمر. اي ده انا قمر يا ام عيوشه. ده انتي احلى من القمر. وما رجعتش بيتي ولا فوت الحاره الا لما اطمنت على شمس الناجي، وهو باذن الله ناجي. يا سلام، يا سلام عليكي وعلى رقه قلبك يا ست قمر. سلامتك يا نين عين. ايه يا حبيبي؟ ما تفتحيش لحد. ايه اللي حصل؟ الف سلامه ليك يا سيدي. انا الدهشان يا ست ام شمس. افتحي لابوكي، افتحي. حاضر. سلامتك يا حبيبي، سلامتك، الف سلامه. حاسس بايه؟ اتفضل يابا. دستوركم يا اهل البيت. خش يابا اتفضل. ده فاق اهو الحمد لله وبقى زي الفل. الف سلامه عليك يا سبع الرجال. ايه اللي حصل؟ اتخذنا غدر يا سيدي المعلمين، لكن وحق الشده اللي انت فيها لا يدفعوا تمنها غالي حتى لو راحوا في سبع ارض. المهم ان ربنا كتب لك السلامه ونجاك ببركه الوالد ودعاء الست الوالده. هما مين يا دهشان؟ مين هما اللي غدروا بيا وضربوني؟ قوم انت بس بالسلامه وبعدين ان شاء الله. مين هما؟ سلامتك من القهر، سلامتك من القهر يا سيد المعلمين. ابا ابوس ايدك، سيبه يرتاح دلوقتي شويه. لا ما تمشيش يا دهشان، انا جنبك اهو يا سيد المعلمين. سلامتك، سلامتك يا حبيبي. عرفتوا مين يا دهشان؟ عيال قطعين طريق، كراهم ابو نبزر احمد الخشاب. وعرفتوا منين؟ مفيش حاجه بتستخبى يا ست ام شمس. الله، ليه وغرضوا ايه من كده احمد الخشاب؟ فاكر انه كده بيرد لابنه اعتباره قدام الحاره اللي المعلم كرشه منها. ها؟ ما هو المعلم ابني انا كرش عنتر الخشاب من الحاره. حصل يا ست. ولا لعبتي بالنار يا فلة وجت على راسك.
هتقول الكلام ده لشمس الدين؟ امال حداري عليه يا ست؟ ايه العباره يا ست ام شمس؟ دهشان، شمس الدين ما هوش ابوه. شمس لو صدره اتملى بالغل محدش هيسلم من شره. انا مش عايزه في ايد ابني يا دهشان. لملموا الحكايه وابعدوا عن سكتنا الشيطان، احنا مش ناقصين. السيد احمد اللي سيدي منتظرك جوه، اتفضل. يا ساتر. اهلا يا معلم صقر. اهلا يا سيد احمد، اتفضل. خير يا سيد احمد يا خشاب؟ شمس الدين ابن عاشور الناجي لو قامت له امم من تاني هيصبح خطر علينا وعلى الجميع. سيد احمد يا خشاب، ابن عاشور احنا مصاهينين عنه من زمان كرامه لعيون ابوه. كان راجل طيب وبتاع ربنا، انما يوم ما يفترى ويصدق انه فتوه بحق وحقيق، سامحني ما ياخدش في ايدينا غلوه بعون الله. حس كده تضربه على الحديد وهو حامي وتخلصونا منه ومن بلاويه. طلباتك يا سيدي الناس. تزقوا حد من طرفكم يبرطع له في الحاره كل يوم ونصبه فتوه. واوعدكم تم الكلام ده بإن وكل أعيان وتجار المنطقة هنساعده ونسنده، وإن شاء الله بالطريقة دي نخلص من كابوس ابن عاشور العربجي. قلتوا إيه يا معلمين؟ ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله أكرمنا الله بالشفاء. الحمد لله، كتر ألف خيرك. هي ما أنت كريم يا رب، هو اللي عالم بينا. سلام يا سيدي المعلمين. الحمد لله على السلامة يا سيدي المعلمين. دهشان، رقبت يا سيدي المعلمين. عايزهم الأربعة قدامي. ييجوا متكتفين إيد في راس وقبل ما الشمس تميل. أمرك مجاب يا زين الشباب. قلبي واكلني عليها قوي يا نينا، مش عارفة ليه. تعالي يا اختي نقي الرز ده، ما بقتش اشوف. هاتي لي الملوخيه دي اقطفها. حاضر. الرابع دهشان. زايغ يا سيدي المعلمين، بس هنجيبه من قفاها قبل ما يطلع النهار. انا مش قايل لك عايزهم الاربعه مع بعض؟ هيجي يا سيدي المعلمين. ضربتوني لحساب مين يا انجاس؟ انا ماليش دعوه معلم، انا ما كنتش عارف ان انت المقصود. استنوا اقطع الايد اللي اتمدت عليك يا سيدي. سارق الولد خبري عاد. السيد احمد الخشاب هو اللي دفع لحراجي الاجره مقدمه. فكوهم يا دهشان
ودي كل واحد فيهم نبوت. اسمع الكلام اللي بقوله لك يا دحشان. فكوهم ودوا كل واحد نبوت. وروني نبابتكم يا عرة الرجالة. كملي خارطة الملوخية واسقفيها يا اختي. دحشان، هو اللي انت عملته محتاج شهود على الفتوانة والمعلمة؟ الرابع يا دحشان. الشربات يا هلا. جاهز يا معلم. هيحصل وحياة شرفك الغالي، بس خد. هو فين؟ انشقت الارض وبلعته؟ مش طايلينه؟ معلم شمس، احنا يا ابني مش عاوزين الشيطان يلعب بينا. لحد الساعة دي ربنا رافع رايتنا ورايد لنا السلامة، يبقى الواجب بقى نهتدي بالله وناخدها بالعقل. ايه العبارة ده هشام؟ اللي انت طالبه وقع في عرض المعلم صقر في توة الحسينية وطلب منه الحماية، والراجل استأذننا وعطاها له يا دهشان. مين يحمي بني ادم غدر بيا ورفع نبوته عليا؟ شايع لصقر، قول له المعلم شمس الناجي بيقول له يا يسلم الكلب اللي عنده يا حفروها الفيران ووقعوا فيها التيران. هاتي يا نسونة، دخلوا له وسيبيني اقعد معاه حبة. يا جمال في ايه يا بنتي؟ يا اختي سيبيني بس اقعد معاه شوية السعادة. خد اشرب حبة اليانسون دول يا ابني. شمس الدين، ابوك زارني في المنام ليلتين ورا بعض. اول نوبة يعملها من يوم ما قالك ايه؟ قلبه واكله عليك يا ابني، خايف عليك تغلط. اغلط في ايه يا ام؟ خايف ليغويك الشيطان وتاخدك الفتوانة من اكل عيشك. وديك يا ابني بقالك جمعة بحالها، لا نزلت شغلك ولا جريت ورا رزقك. يرضي مين ده بس يا شمس؟ احكي لي يا ام، شفت ايه في منامك؟ شفت ابوك يا ابني وهو شايلك على كفه في بحر موجه عالي والخلايق بيحصدها الموج حصد. زعق عليك الشيطان، غواك، نطيت من فوق كف ابوك. انا زعقت من على البر وقلت حشي عاشور، لكن الموج كان خدك. بعد الشر عليك يا ابني، لا ايده لحقتك ولا صياحي شفاعه لك بمغيط. ابوك يا ابني خايف عليك ومخبيش عليك. انا كمان قلبي واكلني عليك يا شمس الدين. المكتوب ما فيهوش مهروب يا امه.
قول يا رب وحطه في قلبك، وهو اللي ينتقم لك من اللي ظلموك. ما ترميش يا ابني روحك في التهلكة. قبل ما ابويا يزورك في المنام يا امه زرنا انا وحكيت لك، فاكره؟ فاكره يا ابني. كان بيطلب مني اغسل له عاره. عاره؟ انت اتخبلت في مخك يا شمس. كان بيوصيني وانا حمار ما فهمتش. ابوك عمره ما كان بيشتهي منظر الدم، ولا عمره قتل مخلوق عشان ما كانش في حد يستجري يمس شرفه ولا حتى بطرف لسانه. يا ابني يا حبيبي اللي في بالك ده كله شيطانك وموسوس لك فوق لروحك يا شمس. موسوس لي بايه يا ام؟ يا ابني انا لو كنت يعني نغشتك في نوبه وقلت لك ان انك هتتجوزي عنتر ابن الخشاب كنت بناقشك يا شمس. يا ابني انا عمري ما فكر في اي راجل بعد ابوك، صدقني يا واد. انت مش مصدقني؟ بتبص لي كده ليه يا ولا؟ انا مش خايفه منك، انا خايفه عليك. خايفه عليك للشيطان يغلبك، ده عمره ما عرف يغلب ابوك. فوق لروحك بقى يا شمس. يعني غرضك ان سامح ابن الخشاب؟ ربنا فوق سبع سماوات بيغفر يا ابني وبيسامح. يبقى لساكي بقى على ابن الخشاب يا ام؟ يا ابني انا مستعديا كان ده يرضيك ما يطلعش عليا مخلوق ان كان مش سعادي لا راجل ولا ولي. مستعدية اقعد مطرحي ما اخرجش منه الا على القبر. خلاص يا شمس. طلباتك ايه يا ام؟ ما تجعلش القتل سكتك في يوم من الايام يا ابني. ابوك كان يقول اللي يقتل نوبه وقلبه يتحملها ما عادش حاجه توقفه عنه. ابوك يا ابني لما غزلك ايدك في المنام كان غرضه يخليك ترجع عن اللي انت رايحه. اوعى يا شمس، انتقم زي ما انت عايز بس بلاش تقتل. حرمانية الروح اللي خلقها ربها كبيرة قوي يا ابني. ما تلطخش سمعتي وسمعة ابوك على اخر العمر. وعدني يا شمس ما تنطق يا ابني. ساكت ليه؟ وشر نفسك. يعني بالمفتشر كده معلمك بيهددني؟ المعلم شمس الدين طالب الراجل اللي عندك، يعني اللي بيهددك ولا حاجة. وإن ما ناولتوش طلبه؟ مش معقول المعلمين الكبار يخسروا بعض عشان شوية تقطع طرق، يوم معاك ويوم عليك. حامد زهار تحت أمرك يا سيدي المعلمين. خدوا البخل ده ارموه في زبده الحمير لحد ما يبان له اصحاب. امك يا معلم. كده يا معلم، هي دي الاصول؟ امشي هات نجر قدامي من غير غلب. سكتنا له دخل بحماره. يا ساتر، اسعد الله التماسي يا سيد احمد. قالوا لي انك طالب مقابلتي في امر هام. سامحني ارتاح واتكلم. اتكلم يا معلم. أنا مش هطول على سعادتك. الحكاية اللي حاصلة يا سيدنا. حكاية إيه؟ اصبر عليا أنا جاي لك في الكلام أهو. ميعاد نومي جه ولازم أكون دلوقتي في سريري. اختصر يا معلم. أنا جاي أطلب منك تنزع الشيطان من الحارة ونلم الموضوع لمصلحة الكل. موضوع إيه؟ يبقى أنت بقى اللي عاوز تطول في الكلام. أنا ماليش علاقة بالحارة واللي بيجرى فيها. القتاوة وبدفعها بالتمام والكمال وفي ميعادها. ايه المطلوب مني؟ تبعد المعلم صقر فتوة الحسينية عن سكة شمس الناجي. وانا ايه دخلي؟ سيد احمد الخشاب اصغر عيل في الحارة يعرف انك انت رحلت ابنك من الحارة وسكنته الحسينية تحت حماية المعلم صقر. مش ده كان طلب المعلم بتاعكو؟ المعلم صقر بيتحرش بينا يا سيد احمد، وده باذن منك طبعا. انا من حق احمي اسرتي وتجارتي بالطريقة اللي تريحني. إذا كنتوا مش قادرين على المعلم صقر سيبوا له الفتوانة، قاعدين ليه؟ يعني أنت ترضاها يتحكم في حارتنا فتوة من بره؟ مادام قادر على حمايتي خلاص، مش مهم يكون من جوه ولا من بره. أنا كنت فاكرك هتتكلم معايا كلام عواجيز. أتاريك بتلعب بالنار زي العيال. اخرس!
النار اللي انت بتنفخ فيها هتلفعك اول الناس يا سيد احمد يا خشاب. اطلع بره. ماشي الكلام. ادريس ما تدخلوش الاشكال دي هنا تاني. يبقى رايدها نار احمد الخشاب. راجل سوي مفيش كلام. بس روح انت دلوقتي يا دهشان وخالق الصبح يدبرها بمعرفته. يسويها ربنا. فوتك بعافية. بالسلامة يابا. ابقى سلمني على امي. قص قص اطلعي نامي جنب ابنك. سيرة كبيرة والبطل انسان باصت كأنه فرحة الفرحان. سيرة كبيرة والبطل باصت كأنه فرحة الفرحة ودمعة الحزن. القلب من غربان، القلب من غربان بيدخلوا وبيطلعوا الأحباب. القلب من غربان، القلب من غربان بيدخلوا وبيطلعوا الأحباب. وانت سايبها لسيد الاكوان. سيرة كبيرة والبطل انسان باصت كأنه فرحة الفرحان. سيرة كبيرة والبطل انسان باصت كأنه فرحة الفرحان ودمعة الحزنان. يطلع عليك الصبح يا صح تاني وبتحبي. يطلع عليك الصبح يا صاحبي بتتولد من تاني وبتحبي. في زحمة الدنيا على الأرزاق وفي المسا الآتي تعود راضي وتحمد ولو تعود فاضي. وفي المسا الآتي تعود راضي تحمد ولو تعود فاضي. طيب وقلبك سامر العشاق. للأهل والجيرة أشبه بني والناس. إذا البشر سيرة سيرتك لكل الناس. سيرة كبيرة والبطل إنسان باصت كأنه فرحة الفرحان. سيرة كبيرة والبطل إنسان باصت كأنه فرحة الفرحان. سيرة كبيرة والبطل إنسان.